عربية تفيض بالأصالة والعراقة في سوريا. نشأ ضيفي وتشكل وعيه بين نهر الخابور في الحسكة والفرات في دير الزور، لينطلق منهما نحو العمل السياسي دون أن يتخلى عن جذوره الراسخة عميقاً في البادية الشامية. دكتور رياض حجاب، ما تأثير بيئة الشدادة عليك في فترة النشأة؟ أنا والدي موظف في حقول النفط الشبسة، لذلك التحقنا به من دير الزور باتجاه الشدادة. هي بلدة صغيرة تقع على ضفاف نهر الخابور، لذلك يعني منذ المرحلة الابتدائية أنا قضيتها في بلدة الشدادة، ثم تابعت المرحلة الإعدادية في نفس البلدة، واضطرينا أنه نترك الثانوية الشدادة نتيجة عدم وجود مدرسين للصف الثالث ثانوي العلمي، فأنا وبعض زملائي اتجهنا باتجاه محافظة دير الزور. ذكرت بأن والدك كان يعمل بشركة للنفط، ما تأثير الوالد عليك في بناء شخصيتك والوالدة كذلك؟ حقيقة والدي شخص الله يرحمه شخصيته قوية، كان كادح، ربى عائلة كبيرة، احنا 10 أخوة 8 شباب وبنتين. الوالد كان حازم وشديد، كلامه نافذ، له هيبة، حقيقة أثر بي كثير كثير. والدي والدتي حقيقة هي مدرسة بالصبر والحنان والعطاء، عانت كثير مع والدي خلال هذه الفترة، كانت محبة مودة، علمتنا صلة الأرحام كثير، فلذلك الله يرحمهم تركوا انطباع كبير بنفسي وبنفس أخوتي كلهم. ما الذي تعنيه دير الزور للدكتور رياض حجاب؟ دير الزور بأهلها يتصفون بالطيبة، تمسكهم بالعادات والتقاليد والأصالة والمروءة. دير الزور تعلمت فيها الكثير، فيها توليت المسؤولية وفيها تعلمت العمل واكتسبت خبرة كبيرة جدا، وأنا أعتز بإني ابن هذه المحافظة. دير الزور كانت دائما محطة فاصلة في حياتك، وهي التي يعني أكملت فيها تعليمك الثانوي. من هناك بدأت تهتم بالشأن السياسي، دعني أقول، وأنت بعمر صغير جدا التحقت بحزب البعث وعمرك 14 عاما. يعني ما الذي يدفع شاب للانتساب إلى حزب؟ بشكل طبيعي كل الجيل في سوريا عندما يدخل المرحلة الابتدائية ينتسب إلى طلائع البعث اللي تم إنشائها بعد عام 70، ومن ثم إلى شبيبة الثورة. لذلك يعني ما هو أخذ البعد الفكري أو الإيديولوجي بقدر ما هو يعني السعي إلى أنه يعني يكون في مجال للحركة والنشاط والتفاعل. لذلك أنا عندما بلغت سن 18 كنت عضو عامل في الحزب، يعني في الثالث ثانوي شاركت في انتخابات المؤتمر القطري 8. كان في نشاط في المرحلة الإعدادية، في المرحلة الثانوية أنا خضعت لكثير من الدورات، التأهيل العقائدي، دورات التدريب العسكري. كنت رئيساً للاتحاد الوطني لطلبة سوريا لمدة 10 سنوات. عندما نقول دكتور الاتحاد الطلابي نفهم أن هناك تيارات طلابية وكتل سياسية، هل حقاً كانت سوريا في ذلك الوقت تعددية؟ أم أن هذا مجرد يعني شيء شكلي أو صوري؟ لا، كان في أحزاب للجبهة الوطنية التقدمية ممثلة يعني حتى في الاتحاد الوطني طلبة سوريا، هم ممثلين سواء كان في قيادة الاتحاد في دمشق أو في المحافظات. في محافظة دير الزور لم يكن لدينا ممثلين عن أحزاب الجبهة، كان في مستقلين، بالإضافة أنه كان في الوسط الطلابي في أحزاب خارج أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية اللي يعني رأسها حزب البعث، وهي أحزاب يعني ممنوعة من النشاط سواء كان في الوسط الطلابي أو في الحياة السورية. ومع ذلك كان في خاصة من اليساريين كان موجود ضمن الجامعة، وكنا نسمع أصواتهم في المؤتمرات الطلابية، وكان لهم يعني حضور في كلية الزراعة في دير الزور. تدرج حجاب في تقلد المسؤوليات من الحزب إلى السلطة في وقت شهدت فيه سوريا انتقالاً للحكم، بيد أن السلطة المطلقة لم تغير من طبيعة الرجل، بقي قريباً من هموم الناس، بعيداً عن التسلط، حازماً في مكافحة الفساد.
قدمت في حزب البعث حتى أصبحت قياديا في الحزب، وتحديدا في عام 2000 دكتور انتقلت السلطة من الأب حافظ الأسد إلى الابن بشار الأسد، غير الدستور وأصبحت الجمهورية وراثية. في تلك اللحظة كيف نظرت إلى العهد الجديد؟ بصراحة شاهدنا فرق كبير ما بين يعني حافظ الأسد وبشار. بشار أنا التقيت به في عام 94، في أول لقاء كان بيني وبينه بعد وفاة الباسل بأسبوع، استقبلنا في بيت والده في القرداحة. كنا مجموعة من قيادة الاتحاد ورؤساء فروع الاتحاد الوطني طلبة سوريا في المحافظات، وأنا كنت من ضمنهم. كان موجود هو وكان موجود أخوه ماهر. أنا يعني تولد لدي انطباع أنه يعني هو كان مرتبك مصاب بالصدمة قدومه من بريطانيا بشكل مفاجئ، أنه يحل محل أخوه باسل اللي توفى، وبالتالي كان الأمر يعني يشكل مثل الصدمة بالنسبة له. لذلك أنا شاهدته يعني متلعثم في الكلام، مرتبك، ما كان مقنع في حديثه بالنسبة لنا، عكس والده حافظ لم يكن الأسد. مقنع يعني هل تعني أنه لم يكن مهيئا لذلك المنصب؟ لا، لم يكن مهيئا بشار في ذلك الوقت. يعني عندما أنا التقيته في أول مرة في عام 94 هو لم يكن مهيئا على الإطلاق. لو عدنا بالتسلسل الزمني وتحديدا إلى عام 2003 ما بعد 2000، كان هناك حدث مهم جدا في المنطقة وهو غزو العراق. كانت دير الزور وأنت ابن المنطقة مسرحاً أمنيا لعبور المقاتلين. بحكم منصبك وبحكم اطلاعك، هل فعلا كان النظام حينها غافلا عن تلك الحقيقة أم متغافلا عنها؟ النظام كان يشعر يعني بخوف شديد نتيجة ما يحصل بالعراق، بأنه سينعكس على سوريا. ممكن القوات الأمريكية يعني تتابع من العراق باتجاه سوريا، فلذلك كان يعني يدافع بشتى الوسائل. لذلك فتح المجال للدخول إلى العراق من جنب المعبر من الساتر على مرأى من الأجهزة الأمنية. كان يدخل الشباب من منطقة الباغوز، كانت الأجهزة الأمنية تسهل دخول المقاتلين، يأتوا من الدول العربية وغير العربية، فهذا يعني كان كله يتم بعلم الأجهزة الأمنية، وكل شخص يعني قبل ما يدخل يكون أجروا عليه دراسة كاملة وعرفوا كل تفاصيل حياته. النظام في ذلك الحين كان يخشى من التوتر الحاصل بالعراق، لكن على منحى آخر كان أيضا يخشى من التحرك الداخلي على الصعيد المحلي. والغريب أنه في عام 2005 تم تنظيم مؤتمر من قبل المعارضة، وقمت أنت بالموافقة على حدوثه. نعم. لماذا؟ المعارضة اجتمعت في قرية محيميدة في دير الزور، وكان الحضور بحدود 200 شخصية، وإحنا سمحنا بهذا الشيء بعد دراسة هذا الأمر بشكل معمق باللجنة الأمنية، أنا بصفتي أمين فرع حزب ورئيس لجنة أمنية. فنتيجة الضغوط اللي كانت تمارس على سوريا في تلك الفترة، أنا خاطبت بهذا المقترح القيادة، سواء القيادة القطرية أو مكتب الأمن القومي، وبالتأكيد هم تواصلوا مع القصر، فإجت الموافقة على مقترحنا بأنه يتم عقد هذا اللقاء. ولكن للأسف يعني فيما بعد يعني تم مساءلتنا لماذا سمحتم بعقد مثل هذا اللقاء. أنا وجهة نظري السماح بمثل يعني هذه التجمعات مثل هذا عقد هذه اللقاءات أفضل من أنه إحنا نثير يعني الضجيج بمنع مثل هذه اللقاءات. تبع هذا المؤتمر بعامين، عام 2007 زيارة تاريخية لبشار الأسد لمنطقة دير الزور التي لم يزرها حافظ الأسد أبداً. ما سر هذه الزيارة لبشار الأسد؟ حافظ الأسد كان لديه انطباع أنه محافظة دير الزور قريبة من العراق ولديها ميل باتجاه العراق، لذلك هو لم يزر محافظة دير الزور على الإطلاق، بل عانت من الإهمال الشديد في عهد حافظ الأسد. في عام 2007 بشار الأسد يعني هاي أول زيارة له كرئيس إلى محافظة دير الزور. كان الهدف في ذلك الوقت أول تجديد
للبيعة لبشار الأسد. الوضع في المحافظة كان مقلق، كان في هناك أحداث في محافظة الحسكة في القامشلي، وبالتالي يعني مجيء بشار كان هو رسالة للداخل وللخارج أنه هو يعني موجود، هو قوي، له قبول كبير من كل أبناء سوريا وبمن فيهم أبناء محافظة دير الزور، علما بأنه هو زار دير الزور في عام 97 ضمن فعاليات مهرجان الوفاء للباسل. في عام 2008 كنت محافظاً للقنيطرة أو الجولان، والملاحظ أن عملك كمحافظ للاذقية كان أكثر فعالية وحضوراً، ما السبب دكتور؟ حقيقة عملي ما اختلف في محافظة القنيطرة عن محافظة اللاذقية. القنيطرة محافظة مهمة جداً وإلى حساسية، كونها يعني هي ثلثين مساحة المحافظة محتل. العمل في محافظة القنيطرة كان عمل سياسي وإداري بنفس الوقت، يعني ما في وفد على يزور سوريا يعني إلا يزور محافظة القنيطرة، وإحنا نشرح للزائرين عن ما قام فيه العدو الصهيوني باتجاه أبناء المحافظة. أنا بذلت جهد كبير جدا في القنيطرة، حتى أذكر بأول لقاء مع بشار الأسد بعد أداء القسم تحدثت مع بشار وقلت له أنا بدي أنقل كل دوائر أو مؤسسات الدولة إلى أرض المحافظة، فأيد الفكرة بشكل كبير وأعطاني موافقة. بالفعل أنا قمت خلال 6 أشهر بنقل كل دوائر الدولة إلى أرض المحافظة. تفاجأت بأنه صدر مرسوم تكليفي محافظ اللاذقية، وفور توليك هذا المنصب مباشرة قمت بتهديد مسؤولين بمحاسبة الفاسدين. موضوع المحاسبة أنا كنت أقوم فيه حتى في محافظة القنيطرة، المقصر بالتأكيد يتحاسب والمثابر بعمله ويقوم بواجبه بالتأكيد يعني يستحق أنه يتكافأ. ماذا عن الشخصيات المحسوبة أو المقربة من النظام؟ هل كان هناك خط أحمر ما تقدر تحاسبها؟ ما في شيء اسمه خط أحمر، يعني طالما في خطأ وضمن الأنظمة والقوانين ما في خط أحمر. يعني إذا كان القصد أنه والله في اللاذقية مثلا أهل الأسد أو مثلاً إخوال الرئيس مثلاً آل مخلوف أو آل شاليش أو كذا، أنا ما واجهني هذا الشيء، وبالتأكيد هذول يعني موضوع محاسبتهم يحتاج إلى موافقة الرئيس أو القصر الجمهوري. يعني أنا خلال فترة وجودي باللاذقية، ما هي فترة قصيرة، تم إعفاء كثير من المدراء الدوائر مثل مدير الزراعة، مدير التربية، مدير المصالح العقارية، مدير الأوقاف، مدير التموين. سمعت هالشباب يما الحرية على الباب يما طلعوا يهتفوا لا. بينما كانت سوريا تتأرجح بين الهتاف والرصاص، حاول رياض حجاب البحث عن طريق للخلاص، إلا أن حسابات السلطة لم تتفق مع أطروحاته لحل الأزمة، فعقد الرجل العزم على الخروج من دائرة الحكم حتى لو كلفه الأمر حياته. في الوقت الذي كنت تحارب فيه الفساد في اللاذقية كانت درعا تسير على خطى الربيع العربي، في ذلك الحين كيف كنت تنظر إلى الحراك؟ في 25 آذار في اللاذقية كان يوم جمعة، أنا كنت بجولة ميدانية للتحضير لزيارة بشار الأسد إلى اللاذقية. اتصل معي أمين فرع الحزب الدكتور محسن الخير وخبرني أنه خرجت مظاهرة ومتجهة باتجاه ساحة الشيخ ظاهر في وسط اللاذقية، وأنا في الطريق لأنه هاي المظاهرة راح تمر من أمام منزلي. إحنا وجهنا المشايخ أنه يذهبوا ويتحدثوا مع المتظاهرين. للأسف كان هناك في إطلاق نار وكان في قتلى في ذلك اليوم، كان يوم مؤسف الحقيقة. إلى الآن أنا بصراحة ما أعرف من هو الذي أطلق النار، لأنه يعني كل الجهات المعنية أنكرت أنه هي أطلقت نار، أنا أقصد الجهات الأمنية، لأن التعليمات كانت واضحة أنه ما حدا يطلق نار. توسعت موضوع المظاهرات بعد موضوع القتل، وكان فيه هناك اعتصام في حي صليبة. الشعارات اللي كانت مرفوعة في هذه التظاهرة الأولى ما كانت طالب بإسقاط النظام ولا يعني إسقاط بشار الأسد. وصل الغليان إلى معقل النظام في اللاذقية. اللافت في مظاهرات الصليبة أنك شاركت بشكل مباشر وقررت النزول إلى الشارع، هل نزلت إلى الشارع من تلقاء نفسك أو أحدهم أو ربما النظام طلب منك ذلك؟ لم يكن هناك توجيهات، اتخذت قرار بإني أنزل إلى مكان الاعتصام رغم معارضة اللجنة الأمنية بالكامل
وترجوني انه انا ما اذهب الى مكان الاعتصام، خوف على حياتي لانه ما في يعني ضبط بالنسبه للامور، وخاصه انه يعني حصل يعني باكثر من يوم عمليات قتل. حتى المشايخ اللي موجودين طلبوا مني انه ما اذهب الى حي صليبه، ولكن انا صغيت وطلع معي على المكان الاعتصام قائد المنطقه الساحليه واخذ قائد الشرطه وطلب قائد الشرطه العسكريه انه يذهب معنا. فعلا ذهبنا الى حي صليبه، كان الحضور بالالاف. حاولت اني اتحدث مع الموجودين، كان الامر صعب لانه الاعداد كبيره جدا. ف صعدت إلى شرفة منزل ضمن الحارة اللي مكان ضمن الشارع اللي موجود فيه الاعتصام، وتحدثت مع الأخوة المعتصمين وسمعت منهم شو طلباتهم. يعني كان مطالبهم إطلاق سراح معتقلين. قلت لهم إذا يعني موجود 100 معتقل قبل الساعة 9 أنا سأوفيكم بأسماء المعتقلين اللي راح يخرجوا. وبالفعل يعني تم هذا الشيء. طلبوا قانون الطوارئ بأنه يلغى، وأنا جاوبتهم أنه يعني الدولة تحدثت عن هذا الموضوع بأنه تلغي قانون الطوارئ. تحدثوا عن مطلبهم بأنه ما يكون في شبيحة، وبالتأكيد أنا مع هذا المطلب. طلبوا أنه يكون في فرص عمل، وأنا وعدتهم قلت لهم قدموا وإلكم وعد مني 500 فرصة عمل، وأنا نفذت هذا المطلب. كان جميعها مطالب مشروعة من الشعب. يعني هي مطالب حقيقة مشروعة. اللي حصل إرباك في نهاية اللقاء، طلب بعض الشباب اللي موجودين في الاعتصام إنه محاسبة قائد الشرطة العسكرية اللي موجود معي، إنه هو عناصره هم اللي قتلوا وأطلقوا نار. فأنا قلت لهم يعني إذا عندكم إثبات قدموا لنا إياه حتى يتم يعني محاسبتهم. الحقيقة هون صار في إرباك، فالشباب اللي دعوني إلى حضور الاعتصام نصحوني وترجوني أنه أنا أغادر المكان، وبالفعل أنا غادر. كنت محكوماً بالأمل، لكن بشار الأسد كان يرفض الحوار، لماذا؟ بشار الأسد فتح باب الحوار والتقى مع وفود من كل المحافظات ومن كل الأحياء، ولكن المشكلة والنقطة المحورية اللي كانت هي أساس المشكلة أنه هو كان يسمع ولكن لا ينفذ شيء من الطلبات المواطنين. لو كان في استجابة لطلبات المواطنين ما وصلنا إلى يعني ما وصلنا إليه. في خضم هذه الأحداث جاء قرار مفصلي وهو قرار تعيينك في وزارة الزراعة. هذه الحقيبة جعلتك أقرب وأقرب من الشارع السوري بعكس بقية المسؤولين الذين كلما ارتفعوا في المناصب كلما ابتعدوا عن الشارع. كيف أثرت عليك هذه الفترة دكتور؟ أنا كنت أشعر من واجبي أنه أخفف من معاناة الأخوة الفلاحين، الأخوة مربي الثروة الحيوانية، لأنه الظرف كان صعب جدا. وكنت أتوقع أنه الحكومة اللي تشكلت يكون فيها استنفار وأنه تكون قريبة من الناس، تحاول أنه تساعد الناس وتخفف من معاناتهم، تحاول أنه تسد أماكن الخلل والتقصير، ولكن اللي لاحظته أنه يعني الحكومة منكفئة. بالتالي أنا بادرت من عندي كوزير زراعة، وأنا وجدت في الوزارة يعني أموال لم تصرف. يعني كل هذه الأموال أنا خلال فترة وجودي بالوزارة بأقل من سنة ونصف ساعدت حوالي 18,000 عائلة من خلال يعني إنشاء مشاريع صغيرة مختلفة. تم تشكيل وزارة جديدة كنت أنت رئيسا للوزراء فيها، ما الذي دفع ببشار الأسد لتعيينك وكيف وثق فيك لترأس طاقم وزرائه؟ أولا أنا توليت مهام عديدة يعني خلال ترأس بشار لرئاسة الجمهورية، من فرع الحزب إلى محافظ القنيطرة إلى محافظ اللاذقية ومن ثم وزارة الزراعة. حقيقة أنا ما كان عندي رغبة في هذا الظرف اللي تمر به سوريا. يعني وزارة الزراعة عملي خدمي أساعد الناس، أما رئاسة الحكومة يعني وضع مختلف كليا، وأنا ما بدي أكون شريك فيما يحصل. ففكرت أني أعتذر، وأنا بالطريق إجاني تليفون ونصحني أنه أنا ما أرفض. والحقيقة وقت التقيت مع بشار جلسنا وقت طويل، أنا وياه أكثر من ساعة ونصف، أكثر حوالي ساعتين.
وقال لي انه هو يعني معجب بعملي سواء كان في المحافظات اللي شغلتها او في امانه فرع الحزب او في وزاره الزراعه، وهو يرغب انه انا اتولى هذه المهمه برئاسه الحكومه. حكينا مطولا وانا حكيت كل شيء بنفسي، ووضحت لبشار انه النهج اللي يتم التعامل فيه مع المظاهرات مع الناس غير صحيح، وبالتالي احنا لازم يكون دورنا نكسب الناس، نكسب مواطنينا. هذا التحدي بالنسبة لنا، مو التحدي إنه إحنا نخسر الناس. استمع بإصغاء شديد وهو وافقني على كل اللي أنا طرحته له. كيف وافقك على كل ما قلته؟ وثاني يوم من تشكيل حكومتك وجه لك رسالة دموية عندما تم قصف دير الزور. الحقيقة كانت المفاجأة قبل تشكيل الحكومة بعد أداء القسم مباشرة. فاجأت ببشار يقول إنه هي حكومة حرب. أنا اندهشت حقيقة من هذا الكلام. بعد تشكيل الحكومة تم قصف دير الزور، وهذا الأمر أزعجني كثير، مثل ما أزعجني القصف كل المحافظات السورية. ما كان الأمر يتعلق فقط في دير الزور. أنا يعني بيومها أرسلت على وزير الدفاع وأرسلت على رئيس الأركان وسألتهم، قالوا لي ما عندنا علم. من أعطى الأمر؟ شلت التليفون وحكيت مع بشار، فأمر مباشرة بإقالة قائد الفرقة العسكرية. وبعدين أنا يعني استفهمت من وزير الدفاع ومن رئيس الأركان، قائد الفرقة ما له علاقة، كان يعطى الأمر للقادة الميدانيين مباشرة مهما كانت رتبهم، تصدر من اللجنة الموجودة في القصر الجمهوري. ورئيس الأركان ووزير الدفاع ما عندهم علم بشيء. من كان يؤثر على بشار الأسد في ذلك الوقت؟ يعني إذا كنتم أنتم أقرب الناس له، كان مستمع جيد ويتفق معكم، تخرجوا من الاجتماع تجد نتائج أخرى. بشار حوله للمجموعة سواء كان أخوه أو أبناء خاله أو المقربين منه بالأجهزة الأمنية أو الإيرانيين اللي كانوا موجودين، في كثير من الأحيان وقت يصير نقاش يقول أنا ما عندي علم، وهذا الكلام غير صحيح. بشار كل شيء كان يتم هو بأمره وبموافقته وبتوجيه منه. ماذا عن انفجار خلية الأزمة الضخم دكتور؟ كان هناك صوت داخل البعث يقول يجب وقف الحل الأمني. من أنصار هذا التوجه وكيف تعامل الأسد أصلاً مع هكذا التوجه؟ هذه الخلية عقدت اجتماعها في ذلك اليوم في مبنى مكتب الأمن القومي، وحصل انفجار وقتل على أثره مباشرة العماد حسن تركماني والعماد داود راجحة وآصف شوكات ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء هشام اختيار. النظام له الدور الأكبر في هذه الحادثة، وكان الهدف الأساس هو آصف شوكت، لأنه بشار وماهر كانوا يتخوفوا من آصف شوكت. حتى بدي أذكر أنه بيوم الجنازة انتظرنا بشار وكانت كل الترتيبات متخذة أنه هو يشارك، لكن تواصلنا معه رفض أنه يشارك. بعد مقتل أعضاء خلية الأزمة دعوني للقاء في القيادة القطرية، وكان فاروق الشرع الأمين قطر المساعد وأعضاء القيادة، وكان موجود رئيس مجلس الشعب، وبدأ الحديث الأستاذ فاروق الشرع، ويعني تحدث مع بشار أنه يعني إحنا ما ممكن يعني نساوم عليك أنت كمنصب رئاسة الجمهورية، ولكن لازم يلتقى حل، فخلينا نتواصل مع أصدقائنا روس أنه يشوفونا حل بالتواصل مع بقية الأطراف نعمل إصلاحات. بشار انفعل وانزعج كثير من هذا الكلام، حاول البعض أنه يوضح هذه المسألة، بشار زاد انفعاله بشكل أكبر وقال أنه أنا بالنسبة إلي هاي معركة ولا بد من الانتصار فيها. بعد ما يعني انتهى الاجتماع قال لي لا تروح خليك، وقال لي أنه فاروق يعني صابه الخرف والمرض أثر عليه، وبالتالي من هون لشهر من الزمان راح يتم إعفائه من مهمته كنائب، أو ذكر لي أيضا أنه راح يتم حل القيادة القطرية. هذه اللحظات بالنسبة لك لحظات حاسمة؟ هل بدأت تفكر بينك وبين نفسك أنه
حان وقت الانشقاق، الابتعاد عن المشهد؟ جدياً أنا فكرت بالانشقاق بعد ما وصف الحكومة اللي أنا شكلتها بحكومة حرب. الدماء في الشوارع تسيل، والاعتقالات والتنكيل والفضائع ترتكب بحق الشعب السوري، استخدم الدبابات والطيران أول ما بدأت استخدامه في حلب. حقيقة كل هذا أنا ما كان يخليني أنام على الإطلاق. يعني أنا مهمتي صحيح رئيس حكومة وماني صاحب قرار عسكري ولا أتدخل في القضايا العسكرية، ولكن أنا يعني كنت أحس بمسؤولية كبيرة جدا، وما بدي أكون شريك بدم السوريين ولا بدي أكون شريك في دمار سوريا. فهذا أول تفكيري باتجاه الانشقاق. هل تواصلت مع أي أطراف داخلية أو خارجية أخبرتها بهذه الأفكار التي تدور في رأسك، الانشقاق وترتيبات الانشقاق؟ إطلاقاً أنا لم أتواصل مع أي جهة خارجية، وأنا أحب أكد على هذا الموضوع، لأنه للأسف الاتهامات كثيرة كانت بهذا الاتجاه خاصة من طرف النظام وأذناب النظام. أنا لم أتواصل مع أي طرف خارجية ولا مع أي طرف داخلية على الإطلاق. يعني أول شخص تحدثت معه حول الموضوع أنه أنا مفكر بالانشقاق هو زوجتي، اللي الحقيقة بدون أي تردد شجعتني بشكل كبير جدا، وقفت معي وأيدتني باتجاه موضوع الانشقاق. وهنا أريد أن أعرف دكتور، كيف تمكنت من تجاوز الحواجز الأمنية التابعة للنظام؟ ويعني ضعني بتفاصيل تلك المرحلة. ترتيب الخروج أنه خلال 3 ساعات نغادر من المنزل إلى وصل الحدود الأردنية، وكان الاتفاق أنه أنا أخرج قبل الإفطار، كانت يعني شهر رمضان في ذلك الوقت. أخوتي وخواتي كلهم هم وعوائلهم كلهم غادروا باتجاه درعا، بقي واحد من أخوتي فقط اللي بيته قريب من المنطقة اللي أنا ساكنها بالمزة. فنزلت أنا وزوجتي وأولادي، وقت وصلت لهناك بيت أخوي كان في سيارات ثانية موجودة أمام البيت، طلعنا فيها وذهبنا إلى بساتين كفر سوسة منطقة الليوان. تفاجأت أنه وقت وصلت لهناك يقولوا لي أنه ما في إمكانية اليوم نغادر باتجاه درعا لأنه في تجديد أمني كبير، يعني ما رح نوصل الحدود الأردنية، وكان هذا بالنسبة لي صدمة. حاولنا كثير، بعدين قالوا زوجتي وأولادي يغادروا. طبعا أولادي عرفوا أنه إحنا يعني راح نغادر سوريا في تلك اللحظة، وكانت يعني صدمة بالنسبة لهم، ما كانوا صغار، كان منظر يعني ما ممكن أنساه، منظر زوجتي وأولادي هم يتركوني، إحنا ما نعرف راح نعيش ولا نموت، وللموت أقرب لأنه أنا راح أشوف أولادي وزوجتي أو أهلي أو ما عاد أشوفهم. يعني كان منظر والموقف صعب جدا للغاية. بالفعل إحنا غادرنا، غادرت زوجتي وأولادي، وبعدهم أنا غادرت. كل الموجودين يعني من الفصيل ما حدا يعرفني منه أنا، إلا شخص واحد فقط أخ أبو عبادة. عمل الترتيب على أساس أني أنا عودت بالطريق عن طريق جنوب سوريا بحكم الأطراف وفي دمشق، فأنا بدأت أني أرتب بعض الطريق على أساس أن خلال 4 ساعات أصل إلى الحدود. لكن طبعاً واجهتنا صعوبات كبيرة بحكم الوجود العسكري الكبير للنظام في ذلك الوقت، وجود حواجز أمنية كبيرة، وجود قطاع عسكري كبير. فأخذ منا الطريق 4 أيام ثلاث أيام بالضبط. طبعاً أنا قسمت عائلة الدكتور عدة أقسام حتى لا قدر الله حصل شيء ما تكون خسارة كبيرة. طبعاً لما جاء الدكتور رياض معي لم يكن أحد من الفريق معي يعلم من معي، يعني على أساس أنه ضابط نشاط. طبعاً هذه السرية هي التي بعد بعض جد الجنة إلى أن أصبح.
تفاجأنا بأول من خروجنا من دمشق أنه يعني في حاجز عسكري. أنا بجنبي سلاح، أخوي نفس الشيء معه سلاح، والشباب اللي معنا كلهم مسلحين. كان يعني القرار متخذ هو الاشتباك. سبحان الله، هذا الحاجز سمح لنا بالمرور بدون أنه يسألنا أو يفتش هاي السيارات، فأشرونا أنه نمشوا. أنا كنت أظن أنه يعني الشباب اللي معنا هم مرتبين الموضوع، بعدين تفاجأت أنه يعني رحمة رب العالمين هي اللي خدمتنا. بالفعل ذهبنا إلى منطقة بريف دمشق قريبة، هي منطقة زاكية. بقينا للفجر، بعد الفجر غادرنا باتجاه كناكر، ومن ثم كفر شمس، ووصلنا إلى يعني مساء إلى منطقة اللجات. طلبنا أن نبيت في أكثر من قرية. أول شيء بدنا في ريف دمشق، ثم بدلت السيارات بشكل كامل، بديت الطلبات، ودخلت وراح وراهم قرية قرية تقريبا. كانت هناك زوجتي وأولادي وأخوتي وخواتي، هم كانوا فاقدين الأمل بالنسبة إلي، وكان التلفزيون السوري يبث أنه أنا تم إقالتي. هذاك اليوم حاولنا أنه نغادر سوريا، ما تمكننا لأنه كان في تجديد أمني كبير، كان في قصف على المنطقة. صباحا جابوا عدد من السيارات للتمويه ونقلونا إلى قرية نصيب. طبعا وقت وصلت على نصيب اتصلت بمقدم ياسر العبود قائد فصيل في القرآن، أخبرته أنه أنا الدكتور رياض، أنا والدكتور رياض والعائلة موجودين في نصيب، أرجو أنك ترتب مع الأخوة الأردنيين لدخلهم. مساء وقت متأخر بتسهيلات من الجيش الحر، خرجنا باتجاه الحدود السورية الأردنية، وهناك دخلنا إلى الأردن. ليست الأرض السورية وحدها من تشظت جراء الحرب المدمرة، الإنسان السوري أيضاً تشتت في تغريبة طويلة حتى تقاذفته الأمواج، وعلى الضفة الأخرى تفرقت المعارضة السورية في دروب متباينة في رؤاها ورؤيتها لواقع الحال. وفي مسار مواز للثورة كان ثمة مسارات أخرى، جهود دولية لحل سلمي لم يرى النور، ومفاوضات لم تعقد حول وطن يتشظى في أتون الصراع. بعد الانشقاق دكتور ووصولك إلى الأردن، كيف تعاملت معك المعارضة؟ للأسف ما حدا تواصل معي من المعارضة السورية، بالعكس وأنا حتى داخل سوريا قبل ما أوصل للأردن كنت أسمع يعني تصريحات المعارضة السورية أنه بدهم يحاسبوني على الفترة اللي خدمت فيها الدولة، وأنا ما أعرف يعني ليش بدهم يحاسبوني. المفروض هم يعملوا على كسب أكبر قدر ممكن من المسؤولين اللي موجودين في النظام السوري، وبالتالي يبعدوهم عن هذا النظام، ولكن مثل هذا التعامل يعني ترك انطباع سيء، وبالتالي ما عاد في انشقاق. لماذا لا نقول دكتور ربما أنهم كانوا حذرين، لأنك كنت أعلى مسؤول ينشق على النظام؟ سمعت من هذا الكلام، يعني كان البعض يشكك وحكاها في وجهي، وللأسف يعني حتى من فترات قريبة يعني أسمع مثل هذا الكلام. تمثيلية من النظام. للأسف إنه هاي تمثيلية من النظام، وبشار الأسد يريد يخترق المعارضة من خلال انشقاقي أنا. للأسف يعني بعد 10 سنوات أسمع هذا الكلام، وهذا شيء مؤلم بالنسبة إلي أنا ولعائلتي أيضا، لأنه هذا تشويه للسمعة. النظام يقول إنه وأذناب النظام يقولوا إنه خرجت من أجل يعني الحصول على مبلغ مالي. للأسف يعني أنا كنت رئيس وزراء على رأس مهمتي، كيف أخرج من أجل مبلغ مالي؟ يعني إذا كنت بحاجة المال أو بدي مال ما كان أنا موجود، يعني المال في موقعي، أنا رئيس حكومة. ومن المعارضة اللي يشكك ويقول أنه بشار الأسد يعني بعثني حتى أخترق صفوف المعارضة، ما صفوف المعارضة مخترقة، يعني بشار نفسه كان يتحدث يعني في الاجتماع اللي عقدناه بالقصر الجمهوري حكى بالحرف الواحد، قال طالما هذه المعارضة موجودة أنا مطمئن موجود على كرسي الحكم.
أنا أقصد المعارضة التقليدية، المعارضة الرسمية، ولا أقصد اللي خرجوا في المظاهرات من الشباب السوري في الداخل. دكتور، كان لك جهود ومبادرات بعد انشقاقك، قمت بالتواصل مع عدد من القيادات والدول والمؤسسات الدولية، حدثنا عن هذا المسار، وهل كان فرديا أم كان منظما؟ أنا بشكل شخصي زرت العديد من الدول، دول عربية ودول إقليمية، زرت دول أوروبية، التقيت مع المسؤولين، مع قادة عرب، استمعت من الجميع، وهذا شكل عنده رؤية واضحة وضح لي كثير من الأمور اللي أنا ما كنت يعني مطلع عليها. أيضا من خلال لقاءاتي مع هؤلاء القادة سمعت منهم قلقهم من وضع المعارضة السورية وضعف أدائها، وعدهم خشية بأنه إذا انهار النظام هذه المعارضة غير قادرة على إدارة الدولة السورية. البعض أيضا دكتور كان يقول بأن خذلان المجتمع الدولي للشعب السوري يعود إلى انقسام المعارضة وعدم وحدتها، أنت ماذا تقول؟ المعارضة السورية تتحمل مسؤولية، تتحمل مسؤولية كبيرة، لأنها معارضة أولا ليس لديها رؤية سياسية، وهذا أنا اللي وجدته بعد ما خرجت، ليس لديها مؤسسات حقيقية، معارضة مشرذمة في حالة فوضى، للأسف تخضع للمحاصصات ولتقاسم النفوذ والمصالح، ولكن هذا يعني لا يعني أن المعارضة السورية هي تتحمل فقط التبعات. المجتمع الدولي تعامل بتراخي بالقضية السورية ودعم الشعب السوري، صحيح تم تقديم دعم للمعارضة سياسي وإعلامي واقتصادي وعسكري، ولكن كان في تراخي، وعلى رأس هؤلاء أصدقاء الشعب السوري الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة التي كانت عاجزة عن تنفيذ قراراتها التي كانت حبر على ورق. للأسف كل القرارات الأممية اللي صدرت لم ينفذ منها شيء، بالإضافة ل يعني أصدقاء الشعب السوري قسم منهم كان يعني يعمل على احتواء المعارضة بشتى السبل ويدعم بقاء النظام السوري. اتخذت الهيئة العليا ووفدها المفاوض قرارا أمس وأبلغته للسيد دمستورة بأننا أخذنا قرار بتأجيل مشاركتنا في المفاوضات. في العام 2015 تشكلت الهيئة العليا للمفاوضات وانتخبت منسقا عاما لها، قيل أنها تشكلت بإعاز أمريكي، هل هذا صحيح؟ الهيئة العليا للمفاوضات تم تشكيلها بعد اجتماعات فيينا، المجموعة الدولية لدعم الشعب السوري أو لدعم سوريا، اللي ترأسها هذه المجموعة كانت بحضور الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فخرجوا بجملة من المقررات من ضمنها توسيع المعارضة السورية من خلال إنشاء هيئة تقوم على التفاوض. تم الاتفاق على عقد هذا اللقاء في المملكة العربية السعودية بدعوة طيف واسع من المعارضة السورية. نتج من عن هذا المؤتمر تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات اللي تقود العملية السياسية، وهي تشكل وفد مفاوض يتولى هذه المهمة. لكنك استقلت أيضا من الهيئة العليا للمفاوضات. نعم، أنا استقلت بعد حوالي سنتين. أنا تم انتخابي منسق عام للهيئة العليا للمفاوضات، أنا كنت أرفض أنه يتم تسميتي رئيس هيئة. لماذا استقلت؟ كان عليك ضغوط دولية للاستقالة؟ لا، ليس هناك ضغوط دولية ولا إقليمية. أنا استقلت لأنه الحقيقة كان هناك تماهي من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي مع الموقف الروسي، وكان يعني دوما يطالبوا بتنازلات، وكان في سعي انه لتغيير مقررات مؤتمر رياض واحد اللي طالب بانشاء هيئه حكم انتقالي، الطالب بانه يكون في محاسبه، يكون في عداله انتقاليه، وللاسف يعني اطراف المعارضه وافقت على هذا الشيء وعلى رأسهم الائتلاف، لذلك انا يعني ما ممكن اقبل بهذا الشيء. هل يمكن لما يسمى اعاده تاهيل النظام أن يكون حلاً أو مدخلاً لحل سياسي؟ النظام يفهم هذا الموضوع بالعكس، ويعني مسؤولين حكوه بشكل واضح، هو يعني يعتقد بأنه يعني المجتمع الدولي والجامعة العربية بعدت عنه، وبالتالي هم مضطرين الآن بعد ما يعني يعتبر حاله انتصر، بعد ما انتصر على الشعب السوري هم يعودوا إليه. هو لم ينتصر على الشعب السوري، هذا النظام مجرم، فقد صلاحيته وفقد شرعيته، وبالتالي كل يعني ما يطرح بإعادة تأهيل النظام، هذا النظام غير قابل للتأهيل.
لا تلتئم الجراح والبلاد على حالها. الحرب تستعر، الديار أطلال والمقابر بالجملة، وشتات اللاجئين يتمدد خارج حدود الوطن. ورغم ذلك يتمسك حجاب بأمل لا يزول أن تشرق شمس سوريا ولو بعد حين. اليوم بعد مضي عقد على الثورة، سوريا إلى أين دكتور؟ الحقيقة الواقع السوري صعب جداً ومؤلم. سوريا اليوم في 5 جيوش على أرضها. اليوم سوريا فيها 4 حكومات، حكومة النظام وحكومة قسد وحكومة الحكومة المؤقتة تتبع للائتلاف وحكومة الإنقاذ تتبع هيئة تحرير الشام. الوضع السوري مأساوي ومعاناة السوريين كبيرة في كل مكان. لذلك الحقيقة هذا الواقع مؤلم جدا. هناك انهيار اقتصادي، هناك تفكك في مؤسسات الدولة، هناك معاناة للسوريين الموجودين في المخيمات، معاناة كبيرة جدا. شخصية مثل رياضي حجاب انشقت عن النظام، هذا مكسب كبير بنعتبره لأمنه. كان دوره عند النظام قوي جدا، ونحن بنتمنى الدور هذا ينفذه هون في الأرض المحررة. يضاف إلى كل هذه المعاناة الفاجعة الكبرى، الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم 2/6 شباط. والحقيقة هالنا تلكؤ منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مد يد العون للشعب السوري في شمال غرب سوريا، أن ترك وحيدا أيام عديدة دون تقديم أي عون أو مساعدة للفرق الدفاع المدني التي باشرت بإنقاذ. والحقيقة هذا ما أدى إلى مضاعفة حجم الخسائر للمنكوبين من جراء هذا الزلزال. الحقيقة هذا التقصير الذي حصل أثناء هذه الكارثة والفاجعة الكبرى ترك أثر كبير في نفوس السوريين. والحقيقة هذا يعني واقع مأساوي. نأمل من الله رب العالمين أن تكون المرحلة القادمة أفضل باتجاه انفراج وإيجاد حل للمأساة السورية. ما هي بوادر الحلول دكتور؟ يعني كيف ممكن إعادة ضبط البوصلة من أجل اتفاق في إطار وطني شامل؟ هناك تحولات كبيرة الآن تحصل في العالم، وهناك أيضا تحولات في المشهد السوري في المنطقة ككل، وخاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وانكفاء القوات الروسية من سوريا. هناك محاولات التوسع في النفوذ الإيراني وأخذ مكان القوات اللي تغادر من روسيا. هناك تصعيد إسرائيلي باتجاه الوجود الإيراني في سوريا. كل هذا الحراك ممكن بتقديري أنه يعمل شيء خلال المرحلة القادمة. نتمنى أنه الملف السوري لا يبقى كما تسعى كثير من القوى إلى إبقائه على وضعه الحالي. نتمنى يتحرك هذا الملف، نتمنى أنه يكون هناك تحريك لتطبيق القرارات الأممية وإنفاذها، وأن يكون هناك انتقال سياسي. كيف يمكن إيجاد حلول وأنتم لا ترضون إلا بالتنازل، تنازل الأسد عن كرسيه وهو متمسك في هذا الكرسي؟ لا يمكن أن يكون هناك حل بوجود بشار الأسد. بشار الأسد اللي دمر سوريا وقتل مئات الآلاف من السوريين وشرد ملايين السوريين الآن الموجودين في أكثر من 100 دولة حول العالم. هؤلاء السوريين اللي هجرهم بشار الأسد هم تقريبا نصف الشعب السوري. فكيف ممكن يكون حل بوجود هذا النظام المجرم القاتل؟ لذلك لا يستقيم حل إذا ما كان هناك في عدالة انتقالية. ولا يعني هذه التضحيات اللي قدمها السوريين ستذهب سدى. لذلك لا يمكن أن يكون حل، أن يكون هناك حل بوجود بشار الأسد. ألا تعتقد بأنه هذا الطلب مستحيل في ظل الواقع المعاش وتمسكه بالسلطة كل هذه السنوات دكتور؟ ما في شيء مستحيل أمام إرادة الشعب. هذا الشعب اللي قدم كل هذه التضحيات بالتأكيد لن يقبل بوجود بشار الأسد، وبالتالي لن تستقيم الأمور ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في سوريا وفي المنطقة بوجود بشار الأسد على سدة الحكم.
ما مشك دكتور بأننا جميعا نشعر بأننا جزء من هذا النسيج الاجتماعي في قطر، لكن يبقى الإنسان يحن إلى الوطن في الغربة مهما كان سريع الاندماج في محيطه. تحن لسوريا أكيد. بالتأكيد، يعني الحنين للوطن موجود بشكل دائم. والحقيقة أنا يعني وقتي أقضيه في السفر لا ينقطع، وهم لا ينفرج. أحمل القضية السورية معي بكل مكان، سواء كان هنا في الدوحة أو في كل مكان أسافر عليه، هذا همي الأول. بالإضافة أنه يعني مسألة التواصل مع السوريين، أنا أحاول التواصل بشكل دائم مع الجميع، وهذا يعني عمل يومي بالنسبة لي. نعمل على صعيد السياسي الدبلوماسي القانوني من خلال المنظمات اللي يعني نعمل من خلالها، وهذا على حساب بالتأكيد عائلتي. أنا أعرف تماما أنه مسألة الانشقاق والقرار لاتخذه له تكاليف باهظة، وأنا وأسرتي ندفع هذا الثمن، ثمن الانشقاق، وإحنا مستعدين، وأنا لست نادم على الإطلاق. لذلك يعني إحنا عندنا وضع خاص نتيجة هذا الشيء، ونقدر هذه الخصوصية دكتور من أجلهم وأجل حمايتهم وأمنهم وسلامتهم. اليوم أكثر من نصف السوريين في الشتات، وكما يقال ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. سؤالي الأخير لك، هل ما زال الأمل متسع؟ الأمل كبير بالله عز وجل قبل كل شيء، ومن ثم بهمة الشباب السوري الصاعد الذي غير الموازين في المنطقة. وأقول للأخوة السوريين، يجب أن لا نقلق من مسائل إعادة تأهيل النظام. هذا النظام نظام مجرم، فقد شرعيته وفقد صلاحيته. لذلك يجب أن نعلم أنه هذا الذي يحصل هو مخاض مؤلم لولادة حقبة جديدة تختلف عن سابقاتها. علينا أن نتحلى بالصبر والأمل، وأن لا ننتفت كثير للخلف. علينا أن ننظر للمستقبل ونعد العدة لمرحلة القادمة إن شاء الله. وإحنا أمننا بشعبنا، بحفاظنا على وحدة سوريا، بالحفاظ على النسيج الاجتماعي السوري، لأنه لا يمكن أن نعيش كسوريين إلا مع بعض، حتى نعمر بلدنا ونعيدها أفضل ما كانت، ونخلص من هذا الظلام الجاثم على صدر السوريين عشرات السنين. أحياناً تمضي بنا الحياة إلى مسارات لم نخطط لها، لكننا نحتاج لاختيار الزاوية المضيئة والسير نحوها. طريقي مع رياض حجاب انتهى، لكنني سأكمل الطريقة مترقبة لقاء شخص آخر مع جانب آخر جديد.